نعمة القرآن. والآن معنا شاب من شباب القرآن، فضيلة الشيخ أحمد عبد الفتاح برعي، نستمع إليه الآن وهو من شباب القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. صدق الله العظيم.